الآن نأتي إيش؟ إلى ما أخرجه البخاري وذكرته اليوم عن البراء بن عازب. نعم، الآن البخاري في صحيحه يروي عن العلاء بن المسيب، عن العلاء بن المسيب التابع الجليل، عن أبيه أنه قال للبراء بن عازب: طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثناه بعده. الحديث وين مخرج؟ في صحيح البخاري، وفي حق صحابي جليل ممن شهد إيه؟ بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وعلى فكرة الآية لا تحتاج إلى يعني طويل كلام، رضي إذ ساعة بايعوك، في تلك الساعة رضي. هل هو رضا مطلق أم رضا مقيد؟ واضح أنه رضا مقيد. لإيه؟ لما سبق: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. واضح. نعم، وذكرنا لكم حديثي الترمذي رحمة الله تعالى عليه. جميل. عبد الله بن عمر، رضواني أو غير رضواني؟ رضواني معروف، لم يشهد بدر معروف، قضية بدر وكذا كذا، وعمره 14 سنة إلى آخره بعدين في أحد، لكن هو رضواني. وقد قال سعيد ابن المسيب: لو شهدت لأحد من أهل الجنة أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، بس لا أشهد. لماذا لا يشهد؟ لا يستطيع. فهم سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة عي السبعة، مع أنه قرأ الآيات وقرأ حديث جابر أو يعرف حديث جابر في غالب الأمر، ويعلم أن هذا في الجملة لا في التعيين والتخصيص، وأنه من الصعب إن لم يكن مستحيل أن تحكم لأحد بعينه أنه في الجنة. واضح؟ نعم. مع أنه في الترمذي كما قلت لكم عن جابر: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، له الجد بن قيس. وابن المسيب يفهم هذا، لكن يعرف أنه في تقييدات وفي شروط في أشياء لا نعلم. تمام جداً.